صباح النور. اولا يعني اود ان اسالك عن توقعاتك. بضعة أيام تفصلنا عن يوم الخامس والسادس من ديسمبر، وحتى الآن المعلومات كما قلنا في المقدمة لم تؤكد حضور الدول الخليجية المحاصرة للدوحة، ولكن الأجواء في الكويت حتى في الصحافة الكويتية كلها تؤكد انعقاد هذه القمة. صحيح، صباح الخير. بداية حتى التحضيرات اللوجستية تجري كما يجب، حجز الفنادق، اعتمادات الصحفيين لتغطية القمة. حتى اللحظة يعني قبل أيام كما تفضلت ستعقد القمة، يبقى أن نعرف بأي مستوى ستحضر دول الحصار. يقال أن السعودية، ليس يقال، هناك معلومات أن يعني أمير الكويت الشيخ صباح لم يدعو إلى القمة ولم يحدد تاريخها إلا بعد ما نال عدم ممانعة سعودية بين مزدوجين، هكذا حرفيا ورد الرد السعودي لوزير الخارجية الكويتي الذي التقى عاهل السعودية قبل أيام. هذه عدم الممانعة السعودية لا نعرف إذا كانت ستنعكس على حضور بقية زعماء أمراء أو ملوك دول الحصار. ملك البحرين حتى آخر تصريحاته وتصريحات مستشاريه كان مصرا على عدم الحضور إذا كانت ستحضر قطر، وقطر ستحضر بطبيعة الحال لأنها منذ البداية يعني رحبت بالحضور ورحبت بالوساطة الكويتية وهي تطالب بالحوار. المشكلة هي عند الطرف الآخر وليس عند قطر. حتى يعني في الصحافة الكويتية وفي الأجواء الكويتية هناك كلام كثير عن امتعاض ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على الحضور وربما لن يحضر. هناك أيضا شائعات عن تخفيض التمثيل، يعني حتى صحيح. إن هذه ستكون انتكاسة ولكن مجرد انعقاد القمة. أولا يعني سيعني هذا كسرا للجليد، لا يعني ليس هناك تفاؤل كبير حقيقة، حتى لو عقدت القمة وحتى لو عقدت بكل أمرائها وملوك الدول الست لمجلس التعاون ليس هناك أجواء مصالحة أو حل للأزمة الخليجية المستمرة منذ يونيو، ولكن مجرد يعني حصولها ستكون حتى من أجل الصورة، حتى من أجل استمرار الوساطة الكويتية، حتى من أجل يعني مسح ماء الوجه بالنسبة للكويت. الكويت وأمير الكويت تحديدا يعني يعتبر الموضوع شخصيا، كل ما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي هذا مولوده بين مزدوجين. مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس عام 81 كان لأمير الكويت الحالي وزير الخارجية في حينها الدور الأكبر في ولادته. يعتبر أن يعني مجرد استمراره وعدم إعلان وفاته رسميا سيكون أفضل من لا شيء، ولكن ليس هناك تفاؤل كبير حقيقة، ليس هناك نية حتى الآن لدى دول الحصار بحل الأزمة، ولكن ضغوط فعلا الأمريكية والكويتية والدولية على دول الحصار ربما تؤدي إلى انعقاد القمة، ولو من أجل الصورة، ولو حتى اقتصرت على يوم واحد بدل يومين، ولو كانت مقتضبة ببيان عام جدا جدا يعني لا يثير أي سجال، حتى لو تم توزيع الكراسي يعني بشكل يبعد. هي في العادة حتى الناس تجري بطريقة أنه هناك اجتماعات واستشارات تحصل بين الوزراء قبل انعقاد القمة الفعلية التي تتحدث في جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه. صحيح. مسبقا هو. هذه المرة سيجري الأمر بالعكس. لا، على ما يبدو سيحصل اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين، وهو الاجتماع الأهم. يعني وزراء الخارجية فعليا يكتبون مسودة البيان الذي يتلوه البيان الختامي فقط، وهو الاجتماع الأهم. هناك تحصل يعني بالضرورة لأنه يكون بعيدا عن الإعلام الاجتماع وزراء الخارجية الست، يحصل تواصل ويحصل نقاش ويحصل سجال بين المشاركين. حتى الآن سيحصل اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين، تم حجز المواعيد بين المزدوجين، ولم ترفض أي دولة أو لم تعتذر حتى الآن أي دولة عن الحضور. ولكن هناك أمر لافت، غياب في الصحافة الخليجية عن يعني حديث عن هناك، ليس هناك أي حديث عن هذه القمة. صحيح. عن معلومات الحضور أو حتى النفي، لماذا برأيك؟ حالة نكران، يعني يحاولون، هناك مسعى سيدتي لإنشاء مجلس تعاون جديد بين مزدوجين. يعني الاقتراحات التي سبقت تحديد الكويت قبل يومين، يعني الموعد والتواريخ، كانت هناك أفكار جدية، إما بنقل مكان القمة إلى الرياض لتقتصر على ثلاثة دول، بحرين والسعودية والإمارات،
لكن حصل رفض مطلق، يعني استثناء قطر والكويت وعمان، بما أنهما يعني الكويت وعمان اتخذتا موقفا محايدا من الأزمة ورفضا للحصار. الحياد هنا يعني رفض للحصار. بالتالي هناك فعلا هناك كسر لكل قواعد مجلس التعاون الخليجي من خلال إعادة فرض تأشيرات الدخول على مواطني القطريين إلى البحرين مثلا، من خلال إلغاء حصلت مناسبات خليجية عدة ألغيت، هذه سابقة منذ عام 81 خليجي، يعني مباريات كرة القدم واستحقاقات اقتصادية أخرى تم إلغاؤها. هناك فعلا رغبة من قبل بعض زعماء دول الحصار بالتخلص من هذا المجلس التعاون الخليجي القديم، كونه كان جامعا إلى حد واسع، وكانت هناك مشاريع لتحويله إلى اتحاد، كانت هناك مشاريع لضم دول جديدة إليه، الأردن واليمن. ربما هنا تكمن أهمية انعقاد هذه القمة هذه المرة. هذه القمة ستحافظ على حياة مجلس التعاون الخليجي كما نعرفه من دون إعلان وفاته رسميا، ولكن يعني في انتظار حدث ما لإعادة بث الحياة حقيقة فيه. يعني هذه المرة سيقال مجلس التعاون لا يزال الإطار العربي المشترك الذي ينعقد الذي يجتمع بعد وفاة جامعة الدول العربية ولكنك حتى ولكن أن حصل هذا الاجتماع لا تعول كثيرا على النتائج التي ستترتب عليه وانعكاس هذه النتائج على مسار الأزمة الخليجية المستمرة حتى الآن. طبعا طبعا، يعني أكثر المتفائلين حتى لو عقدت القمة حتى لو بزعمائها يعترفون بأنه ليس هناك أفكار جديدة لحل الأزمة الخليجية، ليس هناك ليس أفكار استعداد. ولكن الاجتماع على الأقل مجرد حصول بعد كل الاجتماع هذا الجفاء على الأقل ستسبقه وستلحقه ربما هدنة إعلامية من قبل دول الحصار، ستسبقه وتلحقه ربما تهدئة بالخطاب السياسي بالشتائم غير المسبوقة. هذا بحد ذاته جيد، يعني هذا بحد ذاته أفضل من لا شيء، ولكن حل الأزمة على قاعدة احترام الدول لسيادتها ولسياساتها الخارجية من الناد للناد، عدم تعاطي السعودية مع بقية الدول على أنها ملحقة بها، هذه عناوين لا تزال بعيدة، لأنه ببساطة وهذا أمر معلن لا أكشف سرا ليس هناك بعد استعداد لدى دول الحصار للإقدام على هذه الخطوة وللاعتراف بأنها فشلت في حصارها وللاعتراف بأن العلاقات السليمة بين الدول تقوم بين دول مستقلة ومن الند للند واحترام كل دولة خياراتها الداخلية والخارجية. واضح. أيضا أريد أن أسألك عن الأجواء الإيجابية التي تحدثت عنها الصحف في اليومين الماضيين من قبل السعودية والتي دفعت أمير الكويت إلى التصميم على انعقاد هذه القمة. برأيك ما صحت هذه المعلومات بداية، وهل يعني ما الذي تغير اليوم في الأجواء الدولية والإقليمية لأن تقدم السعودية على إعطاء بوادر إيجابية؟ لا أعتقد أنها أعطت بوادر إيجابية، أعطت عدم ممانعة على انعقاد الدورة 38 للقمة الخليجية في الكويت بمواعيدها التي المحددة منذ عام. ليس هناك إيجابية، هناك عدم ممانعة، بمعنى أن يعني القيادة السعودية الجديدة في ظل مسلسل الإخفاقات الذي لا ينتهي الذي ترتكبه في اليمن وفي التعاطي مع الملف اللبناني واليوم المستجدات المصرية، هناك فشل على جميع المستويات. القيادة السعودية ستكون محرجة أكثر إن كانت ستتحمل رسميا مسؤولية عدم انعقاد القمة الخليجية. ربما قالت القيادة يعني السعودية فيما بينها فلتعقد القمة لن نحل الأزمة الخليجية، فلتبقى يعني هناك خيط للوساطة الخليجية، لأنه لو لم تعقد أو إذا لم تعقد القمة الخليجية رسميا الوساطة الخليجية ستكون بحكم اللاغية حتى يعني قمة الوساطة الكويتية عفوا. فلا أعتقد أن هناك إيجابية، هناك عدم ممانعة على اعتبار أن الإخفاقات الكثيرة لا تحتمل مزيد من تحميل السعودية مسؤولية انفراط رسميا عقد مجلس التعاون الخليجي. إرنست خوري مسؤول القسم السياسي في صحيفة العربية الجديد، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا شكرا لكم على حسن المتابعة، ألقاكم مجددا على رأس الساعة، أما الآن عودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور.